طيب وصلنا الآن إلى بيت القصيد. حد يحسب لي الوقت؟ صفر. طيب منهج التعامل مع شبهات الإلحاد، يبدو أني إذا وقفت أطلت الحديث سأجلس. هذه أزعم أنها مجرد استقراء واجتهاد مني قابل للأخذ والرد، لكن لا يمكن لنا أن نعالج أو أن نواجه شبهات الإلحاد إلا بمنهج واضح. ما أراه من منهج هو أن نتعرف أولاً على الدوافع والأسباب حتى يمكن لنا أن نتعامل مع هذا الواقع في الشبهات. أحياناً، وهذه ملاحظة ألفت النظر إليها أيضاً، يكون السبب الرغبة في التوبة، لا يعرف الطريق إلى التوبة، يظن أن أمر التوبة أمر صعب عسير لا يستطيعه. أصدقكم القول بأني رأيت من تنصر لأنه ما كان يعرف طريق التوبة، فقيل له بأن مجرد الإيمان في النصرانية كفيل لك بالخلاص، لكنه اكتشف أن هذا الإيمان فيه الكثير من الطقوس، وصل إلى حد التعميد هنا عندنا، لكنه تراجع بعد ذلك بلطف الله تعالى وبحمده. ما كان يعرف طريق التوبة، كان السبب الباعث هو التكاليف الشرعية والرغبة من التخلص منها ومجاراة العصر والتقليد، ولكن كان الباعث الداخلي هو كيف يمكن لي أن أتوب حينما أخفق، حينما أسقط. إذن معرفة السبب والدافع أمر بالغ الأهمية، قد يغنينا عن الكثير من الجهود حتى نتمكن من التعامل مع هذا الواقع في الشبهة بحسب الحالة التي هو فيها. ثم لا بد لنا من تصنيف الشبهات، فلا حاجة إلى أن نتحدث عن فرع من فروع الشريعة وأحكامها وهو ينكر وجود الله تبارك وتعالى أصلاً، لنأتي به إلى القضية الأساسية ثم سيسهل علينا حتى لا نضيع الوقت. ترتيب الأولويات وتحديد الهدف أيضاً، ما الذي يقصده هو؟ ما الذي يريده؟ أين يريد أن يصل؟ وبناء على ذلك يمكن لنا أن نرسم. بالمناسبة الذي عنده قلم قرطاسة وقلم يرفع يده، أكثر مما توقعت، أكثر مما توقعت. بعد ذلك الذي يكتب يخبر الذي لا يكتب. أين وقفنا؟ طيب لا، أنا أتأكد أن الجميع مستيقظ. ترتيب الأولويات وتحديد الهدف يغنينا عن الكثير من الجهود، لكن لا بد لنا أن نصنعه، لا بد لنا أن نحدد ما المقصود. هل يريد فقط مجرد التشويش؟ هذا له طريقة للمعالجة. أو يريد التعرف والتبين، أو له مقصد آخر، فحينئذ يكون الحوار بحسب الغاية منه. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الدعاة أنهم ينساقون وراء الشبهات. أحيانا لا تكون الشبهة مما يعترض به على الإسلام أصلاً، وإذا بنا ندافع. يعني قولوا لي، هل في الدين مشكلة المرأة؟ في الإسلام هل هناك قضية اسمها مشكلة المرأة؟ لكن نحن ندافع عن قضايا المرأة. هذه ليست بمشكلة، في 14 قرنا لم تكن مشكلة، ولا في التشريع مشكلة، ولا في التاريخ، ولا في الحضارة، ولا في البناء، ولا في شيء، لكننا ننساق وراء ذلك، وإذا بنا نأتي بالكثير من الأدلة ونمضي الكثير وننجذب. الآن حقوق، على سبيل المثال، هل يمكن أن يكون إمام مسجد شاذ جنسياً، أن يكون الإمام أو الواعظ كما هو الطرح في أوروبا، وندخل نحن أيضاً في السياقات وفي إن شاء الله. إذن لا بد من التثبت من صحة الشبهة والحذر من قبول ما لا يعترض به على الإسلام أصلاً. والقرآن الكريم يعلمنا منهجاً لكننا نتخلى عنه، نتخلى عنه غيرة على هذا الدين وتعاطفاً وأداءً للدعوة، فنقفز. يأتي أحد ويعترض علينا بشبهة، يعترض علينا بقول يتبنى، إذا بنا ندافع وكأننا في الموقف الأضعف. لا، هو في الموقف الأضعف، هو عليه أن يطالب بالدليل. ما برهانك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. القرآن الكريم يعلمنا ذلك. لكن أن يطرح فقط مجرد شبهة ويقول
خلاص تتولى أنت الجواب، هذا غير صحيح. هو المخالف للأصل، هو الذي يعترض على الإيمان، والإيمان هو الأصل، فعليه هو أن يأتي بدليل ثم يناقش هذا الدليل. لكن إن قال بأن الأدلة التي نصبت في تلك القضية غير مقنعة له، فهذا شيء مختلف عن الاعتراض، هذا لم يفهم، يحتاج إلى أن يفقه وأن يفهم وأن يعرف. بعد ذلك في الخطوة السادسة الجواب عن الشبهة بعلم. إن كنت لا تعلم فلا تعطي جواباً، ارجع إلى أهل العلم، لا تتعجل، ابحث القضية، حاور أهل العلم، ارجع إلى المصادر، لكن أن تعطي جواباً يكون مجلبة لكثير من مطاعن أخرى هذا غير صحيح. الحذر من التجزئة والاقتطاع، أيضاً نحن ننساق، يعني يأتي من يعترض ويقول ميراث المرأة، هل يمكن نحن أن نأخذ ميراث المرأة دون أن نتناول أولاً مكانة الإنسان في هذه الحياة؟ أصلاً هل لقدر ما يستحقه من مال نظر في اعتبار الشارع في كرامته أو في إنسانيته أو في حقوقه أو في واجباته؟ ثم بعد ذلك هل هذه القضية يمكن أن تنتزع مما يتعلق بالحقوق والواجبات والأعباء المالية والاجتماعية والأسرية؟ لا يمكن، فلا ليس لنا أن نقتطع، لابد أن نعالج القضية شمولياً وجزئياً. يعني أيضاً لا يعني هذا أن لا نعالجها جزئياً، لكن لا نقتصر على العلاج الجزئي دون العلاج الشمولي. اجتناب الإتيان بعلل لأحكام غير مقطوع بعلتها، أنا سأنهي مع هذا إن شاء الله. فهذه القضية كثيراً ما نجد بعض أهل العاطفة الجياشة للدين يأتون بما لم يثبت من الحكم ليعللوا بها الأحكام. هي لو كانت ثابتة هذه الحكم لما كانت كافية لتعليل الأحكام، لأن العلل غير الحكم من الأحكام، ومع ذلك فإن هذه الحكم غير ثابتة، يمكن أن يكون قد قرأ، ويمكن أن يكون الذي قرأه مما دسه أعداء هذا الدين لينظروا كيف يسري في أوساط هؤلاء الجهلة المغرر بهم من أبناء المسلمين، وإذا ببعض الدعاة أو الوعاظ يقتبسون ويستشهدون دون تثبت ودون علم، فيجلبون لهذا الدين أكثر من المساوي، أكثر مما يرغبون في إصلاحه.